روان صباح النور. صباح الخير هبة، صباح الخير لإلك، صباح الخير لكل مشاهدينا بكل مكان. شكرا لك روان. التأثيرات طالت معظم قطاعات العمل، ما هي أبرز التغيرات التي شهدناها؟ صحيح هبة، بنشوف بعد الكورونا صار في تغيرات كثيرة، صار في تحديات اقتصادية كبيرة على كل الشركات، بس إذا حابين نركز على ثلاث مكونات أساسية صار في عليها تغيير كبير، ممكن نحكي إنه صار في عنا تغيير بسلوك المستهلكين. فاليوم الشركات بدها تتطلع أكثر على سلوك المستهلك، المستهلك عم بتطلع أكثر على السلع الأساسية مش على الكماليات، عم بيكون عنده حساسية أكبر على الأسعار، عم بيكون عنده وعي أكبر لموضوع الهايجين، لموضوع النظافة، لموضوع الثقافة الصحية وثقافة الهايجين اللي إحنا هلأ محتاجينها بسبب الكورونا. وإذا بدنا نتطلع على شيء تاني كمان، اليوم الشركات صارت تقوم بقيادة الأفراد مش بإدارة الأفراد. ليش إحنا محتاجين القيادة؟ لأنه اليوم معظم الشركات عمالها بتتجه للعمل من المنزل أو العمل عن بعد، وبالتالي اليوم عم بينتهي مفهوم إنه المدير والموظف موجودين بنفس المكان، عمالهم بيشتغلوا بنفس المكتب. نعم. بالنسبة كمان لأحد التغيرات الأخرى اللي عمالنا بنشوفها التطور التكنولوجي، يعني اليوم صار بالنسبة لكل موظف إشي أساسي إنه يقدر يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، يقدر يستخدم التطبيقات الحديثة الموجودة، ممكن من خلالها يعمل بزنس ديل، ممكن من خلالها يعمل اجتماعات بينه وبين فريقه أو بين ناس آخرين، وبالتالي هذا الإشي صار أساسي، بطل إشي إضافي أو إشي بيميز الموظف عن غيره. نعم، إذن يعني كما تحدثت إنه الحياة يعني على كل الصعد تغيرت، ويعني إذا أردنا أن نتحدث عن المكتب، في المكتب بالتحديد والحياة في المكتب كما عهدناها حتى تغيرت، كيف يؤثر إعادة توزيع المهام والدوام على الموظفين برأيك؟ تمام، يعني من أهم الشغلات هبة اللي هلأ لازم نشوفها بالمكاتب هو الحفاظ على التباعد الاجتماعي. الهدف الأساسي إنه يصير في تغييرات بحياة المكتب أو يصير في تغييرات بعدد الموظفين المسموح لإلهم إنهم يروحوا على المكتب هو الحفاظ على صحة الجميع، وإذا لا سمح الله كان في شخص مصاب بالمرض نحاول إن نسيطر على عدد الأشخاص اللي ممكن إنه تنتقل لإلهم هاي العدوى. هلأ هذا كمان تسبب لنا إنه الأشخاص اللي موجودين بالمكاتب اليوم ممكن يصير في إلهم نوع من أنواع الجوب انلارجمنت. شو معنات هذا الحكي؟ إنه وظيفة الشخص تكبر وتتطور بحيث إنه ممكن يقوم بأداء عمله وعمل شخص آخر اليوم مش موجود بالمكتب أو عماله بيشتغل عن بعد. نعم. فمهم كتير لجميع الموظفين إنه يكون في عندهم مرونة بالتفكير، مهم كتير إنه يكون في عندهم تقبل لهاي التغيرات، ونحاول إن نحافظ على هاي التغيرات لأكبر مدى ممكن لقدام، لأنه ما بنعرف قديه الكورونا ممكن تستمر، ما بنعرف رح يصير في تزايد بعدد الأعداد لا سمح الله مرة تانية أو لا. نعم. فكتير مهم نتعايش مع هاي الحالة على إنها حالة جديدة وليست على إنها حالة استثنائية. صحيح صحيح، ولكن التغيرات كما تحدثت روان هي تغيرات جذرية في الحقيقة، يعني مربوط في ذهننا ربما العمل بالذهاب إلى المكتب أو الذهاب إلى مكان العمل، هذا ربما يعني يجعلنا ربما نتراخى إذا ما قمنا بعملنا من داخل منازلنا. ما أهمية عدم التراخي تجاه المهام الوظيفية أو بسبب الخوف من الفيروس، وكيف نحفز أنفسنا على الصعيد الوظيفي؟ يعني هبة ببساطة التراخي بأي زمن من الأزمان سواء بالكورونا أو بغيرها، التراخي بالوظيفة هو طريق الفشل. فالإنسان دائما بده يفكر أنا هدفي أني أنا أتطور بشغلي، وهدفي أني أنا أنتقل من مكان لمكان أفضل بهذا العمل، وبالتالي أنا لازم أني أنا أحافظ على خلينا نحكي جودة العمل اللي أنا عمالي بشتغله. هلأ كمان إذا بدنا ننظر لإلها من منحنى آخر، يمكن زمان كان في عنا 1000 مرشح للوظيفة عمالهم بينافسوا على 100 أو 200 وظيفة، اليوم ما بعد الكورونا قل عدد الوظائف كتير، فصاروا 1000 مرشح عمالهم بينافسوا يمكن على 150 وظيفة، وبالتالي اليوم أنا بدي أتميز وبدي أشتغل وبدي أجتهد عشان أنا يكون في إلي نصيب بالسوق وعشان أنا يكون في إلي عمل بالسوق. نعم. لأنه صارت المنافسة أعلى ولأنه صارت متطلبات الشركات أكثر، وبالتالي أنا بدي أشتغل على حالي أكثر عشان أحافظ على مكانتي وعشان أحافظ على وظيفتي. نعم، إذا ما تطلعنا على الأمور أيضا بطريقة يعني إيجابية ومع كل سلبيات الفيروس، هل يمكن إيجاد بعض الإيجابية بمجال الأعمال خاصة بوقت أو يعني خاصة بموضوع الوقت الخاص المتاح
الفرد لتمضيته مع عائلته بعيدا عن الدوام السابق. هذا شيء أكيد هبة. هذا يعني أنا إذا بدي أحكي إذا في جانب إيجابي من الكورونا أو إذا بدنا نحكي في جهة مشرقة، هي بالتأكيد إنه الناس صار عندها وقت أكثر تستفيد منه بالطريقة اللي بتشوفها مناسبة. يعني إحنا لو بس بدنا نحسب فرق التنقل بين البيت للمكتب اللي هو بيعادل تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات بشكل يومي ما بين ذهاب وإياب إلى المنزل، هاي الفترة لحالها كافية إنه يستفيد منها الشخص يقضيها مع عيلته، إذا حابب يطور نفسه يعمل دراسات عليا ياخد شهادة معينة. هاي كلها سهلت الطريق قدام الناس إنها اليوم تستفيد من وقتها بطريقة أفضل، وإنها تقدر كمان تستغل هذا الوقت لتعمل الشغلات اللي كانت قبل مش قادرة تعملها، واللي كلنا كنا نحكي جا عبالي أسوي هيك بس مش ملحقة، كتير بحب إني أعمل هاي الشغلة بس ما معاي وقت. هلأ صار معنا وقت أكتر وصرنا نقدر ننظم وقتنا بطريقة أفضل. نعم، يعني من الجميل أن تستغل هذه الفترة، فترة الحجر المنزلي، بعمل شيء ربما يدر الفائدة علينا وعلى علمنا وثقافتنا. ولكن أيضا هناك أكيد دور على الإدارات يعني في العمل. ما هو دور الإدارة بتوفير بيئة عمل صحية وتحفيزية للموظفين؟ تمام. أول شيء بالوضع اللي إحنا فيه من أهم الأشياء اللي لازم تعملها الإدارات إنها تلتزم بالقوانين اللي عم تصدر عن طريق الحكومة، سواء عم نحكي عن أوامر الدفاع زي عنا بالأردن أو بأي شيء بمكان آخر بالبلدان الأخرى، من توجيهات ومن تعليمات عمالها بتعطيها الحكومة. ثاني شيء بدها تفكر بشكل أساسي بصحة موظفينها وبصحة بيئة العمل اللي موجودة فيها، وبالتالي بدها تحافظ على كل إجراءات السلامة والصحة المهنية والتباعد الاجتماعي ما بين الموظفين الموجودين. ثالث شيء مهم كتير يكون في تواصل مستمر مع الموظفين، يكون في مصداقية بالتعامل مع الموظفين، أخلي الموظفين معاي عم بيفهموا إيش عماله بيصير بالشركة، شو عماله بيصير بالمبيعات، شو التحديات اللي عم بتواجهها الإدارة، وأشاركهم بعملية اتخاذ القرار عشان نقدر كلنا مع بعض نتحدى هاي الصعوبات ونقدر إننا نتخطى أي تحدي عمالنا بنواجهه بزمن الكورونا. نعم، تحدثت في بداية حديثك أنه قد يؤدي التغير المفروض لإعادة ربما ترتيب الأولويات، وقد يؤثر ذلك أيضا على حاجة الشركات لبعض الموظفين. ما هو بديل الموظفين في تأمين ربما عمل ربما يكون مدر عليهم بالمال يعني أيضا؟ يعني اليوم في كتير عنا أفكار واليوم في كتير مجالات ممكن الإنسان إنه يفكر فيها، بس هذا بيعتمد قديش شخص قادر إنه يفكر زي ما بيحكوها خارج الصندوق، وقديه قادر إنه يبحث على فرص جديدة، وقديه قادر إنه يطور من نفسه. اليوم هبة إشي كتير مهم إنه إحنا ما نفكر أي مرحلة وصلنا لها من مراحل حياتنا إنه أنا وصلت لأعلى الهرم أو أنا وصلت لأعلى القمة، لا، دائما في مجال أتطور، دائما في مجال أشتغل على حالي، ودائما في مجال إني أنا أحسن من مهاراتي وخبراتي وكفاءاتي. كل ما فكر الموظف بهاي الطريقة، طبعا هون إحنا عمالنا بنحكي عن الموظف، يعني الموظف بجميع المستويات الإدارية سواء هو مدير أو قائد أو سواء هو بأي مكان بالمؤسسة. نعم. كل ما فكر بطريقة إني أنا بدي أواكب التغيرات الموجودة، بدي أتطور، بدي أشتغل على حالي، كوني متأكدة إنه ما رح تستغني عنه لا الشركة ولا رح يستغني عنه أي شخص موجود بقطاع الأعمال. نعم، وأعتقد أيضا يعني ما بعرف إذا بتوافقيني هذه الرؤية إنه حتى مواقع التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني فتح الكثير من المجالات أمام الأشخاص اللي ربما تركوا أعمالهم، جعلهم يفكروا أيضا بشكل أكبر في أعمال أخرى وربما يأخذوا خبرات أخرى. صحيح 100%، وهذا التطور كان موجود من قبل هبة، بس يمكن الكورونا سرعت العملية وأخذتنا شوي لقدام بالزمن عشان تورجينا قديه هذا التطور ممكن لقدام إنه يفيدنا، مش بس أنا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إني أنا أتواصل مع الناس اللي حوالي، لا، كمان أنا هاي الوسائل الجديدة، الأساليب الجديدة اللي موجودة، التقنيات الجديدة، التطبيقات كلها عمالها بتسهل حياتنا وكمان عمالها بتكون ذو تكلفة منخفضة تقدري من خلالها إنك أنت تستفيدي منها وتستغليها. نعم. لعمل بزنس معين أو للوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء اللي موجودين. نعم، إذن الاختصاصية في الموارد البشرية روان فوزي نينو، شكرا جزيلا لك. شكرا هبة. مشاهدينا دعونا